ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الاثنين 10 أكتوبر تشرين الأول 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا سرطان، توقعات العشرية الأولى مواليد 21 يونيو لاتنين يوليو. حالتك النهاردة تعتبر مش قادر على انك تنجز اي حاجة، لكن ما تخليش الموضوع ده يرجعك كتير للخلف. حتى لو استمريت في الشغل بثبات هتكتشف النجاح مرة تانية. الوضع هيشابه جدا حياتك الخاصة مع شريك حياتك وحتى مع كل أصدقائك، فبنصحك أنك تدور عن كل الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل اللي بيعتبر هادف. هيشكل التوتر خطر كبير جدا على صحتك، فحاول أنك تدور عن خط وسط بين استرخائك وبين نشاطك. بالنسبة لك النهاردة يا سرطان، توقعات العشرية التالية مواليد 3 يوليو ل 12 يوليو. ظروفك تعتبر صعبة، الموضوع بيزداد صعوبة في الشغل. لازم تتقبل كل عروض المساعدة من كل زملائك علشان يقل جبل الشغل اللي بيقبع بشكل تدريجي لغاية ما يبقى مهمات ممكن تتعامل معاها. هتبتسم حياتك الخاصة بعدد كبير جدا من النزاعات. ما تخليش الموضوع ده يصيبك بإحباط. حتى لو كنت بتواجه الأسوأ في اليوم ده، تستنى شوية لأن الحل بيجيلك دايما من الداخل. في بعض الأحيان ما تقللش من أي أعراض جسدية ممكن تبقى بتحس بيها، دور عن السبب فيها. بالنسبة ليك النهاردة يا سرطان، توقعات العشرية التالتة مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو. عندك مثابرة في حياتك، في بعض الأحيان لازم تتعامل مع الفشل في الشغل وتبقى شجاع أكتر وتبص للانتكاسات دي على إنها فرصة للتغير للأحسن. حتى لو قمت بكل ده هتخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. هتعرف تاخد قرارات كتيرة جدا في حياتك الخاصة لو التزمت برأيك، وهتحاول إنك تستمع لكل اللي بيقولوه الأشخاص اللي حواليك وتظهر ليكم في الظروف الصعبة أيضا في شكل جسدي. لازم تاخد وقتك علشان تستمتع بكل السلام والطمأنينة اللي عندك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، كوكب الزهرة بيعارض شيرون الصباح ده، وهيمكننا اننا نخيب امالنا شوية لاننا بنركز على اختلافات ونقاط الضعف بدل من اننا نركز على نقاط القوة في تفاعلاتنا. مؤقتا هنكون اقل ثقة بنفسنا بكل علاقاتنا وحياتنا الاجتماعية. قيمتنا واموالنا ومهاراتنا الاجتماعية هنكون فيها اكتر وعي، وممكن نكون مستائين من الاختلافات اللي بتبقى في علاقاتنا واننا غير امينين. بيستمر القمر لبرج الحمل لغاية المساء لحد ما يدخل برج السور الثابت. هيكون بيدخل عطارد لبرج الميزان، هيبقى فيه لحد اليوم 29 من الشهر لغاية ما ينتقل مرة تانية ويرجع للوراء لبرج العذراء.